قدمت الحكومة البريطانية اليوم مزيدا من التفاصيل حول عمل ما أطلقت عليه نظام إشارات المرور للسفر الذي يصنف الدول على أساس المخاطر. سيتعين على الركاب إجراءات اختبارات كورونا قبل المغادرة وعند العودة لبعض البلدان، فيما سيتعين عليهم أيضا الخضوع للعزل الصحي في بلدان أخرى. بالمقابل أعربت شركات الطيران والسياحة عن رفضها هذا النظام، محذرة من كونه سيجعل الإجازات باهظة الثمن للكثير من المسافرين. ومن لندن ينضم إلينا مراسلنا زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. إذن هل يمكن أن نقول أن البريطانيين بدأوا بالتفكير بعطلات خارج البلاد؟ ولماذا ترفض شركات الطيران هذا النظام رغم أنها في قمة خساراتها؟ بالفعل سيب البريطانيين منذ الشهر الماضي ربما بدأوا بالتفكير للذهاب في العطلات بعد أن أثبتت حملة اللقاحات نجاحا كبيرا هنا، لكن القرار الذي أصدر البارحة ليلا والذي ينص على تصنيف الدول حول العالم إلى ثلاثة فئات من شأنه ربما أن يقدم مزيدا من الوضوح تجاه إمكانية السفر. الحكومة البريطانية قالت إن تفاصيل سترد لاحقا، لكن الخطوط العريضة لهذا المقترح تنص على تصنيف الدول إلى فئة خضراء وهي الدول التي تشهد أقل عدد لانتشار فيروس كورونا وللعدوى، ويحتاج القادم منها إلى اختباري لفيروس كورونا قبل الوصول وبعد الوصول. وهذه الدول تشمل دول مثل قد تشمل ربما دول مثل أستراليا ونيوزيلندا. الدول تحت الفئة الصفراء قد تشمل أيضا دول الاتحاد الأوروبي، ويحتاج القادم منها إلى الحجر داخل منزله لمدة 12 يوما بالإضافة إلى فحصي كورونا. أما الدول التي تحت القائمة الحمراء هي دول تشهد معدلات انتشار واسعة للوباء فيها، نتحدث عن دول أمريكا اللاتينية، عن بعض الدول العربية مثل الإمارات وقطر وسلطنة عمان والصومال، وبعض الدول الإفريقية. القادم منها يحتاج إلى حجر داخل فنادق مخصصة لمدة 12 يوما بالإضافة إلى فحصي كورونا. أما بالنسبة لشركات الطيران المغلقة كما يعني نشاهد هنا، هذا المحل الخاص بتقديم خدمات الطيران معروض للبيع بسبب الخسائر الكبيرة التي بنيت فيها هذه القطاعات خلال العام الماضي. قالت بأنها غاضبة جدا تجاه هذا القرار الذي أصدرته الحكومة، لأن فرض فحوصات كورونا على المسافرين يعني تكلفة إضافية على أي مسافر قادم إلى بريطانيا. تكلفة فحص كورونا بشكل خاص أو ما يعرف بفيت ترافل سيرتيفيكت، شهادة خاصة للسفر، حوالي 120 دولار يضاف إليها يعني التذاكر والحجوزات، وهو من شأنه أن يعطل حركة الطيران بشدة. وهو ما علقت عليه إحدى شركات الطيران المحلية وتدعى تو جيت، والتي أعلنت تمديد وقف رحلاتها وعطولاتها حتى نهاية الشهر السادس احتجاجا على قرار الحكومة. بالتالي العاملين في مجال السياحة والسفر يطالبون بتخفيف ربما كلفة فحص كورونا من أجل إعادة الدماء إلى عجلة السياحة والسفر في هذا البلد. شكرا لك زهر عمرين على هذه التفاصيل من غرب لندن.